اوكي، زي ما انتوا عارفين يوم بيوم احنا عمالين بنقرب لفيلم افنجرز اند جيم، وزي ما قلت قبل كده خلاص انا حرمت مش هدخل على اي حاجه ليها دعوه ايه بفيلم افنجرز اند جيم او حاجه تقربني ليه، ولكن هاويفر ده ما يمنعش ان انا لازم اعمل المراجعه الخاصه بيا قبل ما ادخل اتفرج على الفيلم. فشفت الكويز ده موجود، الكويز بكل بساطه بيقول ايه: if you fail this marvel movie quiz then it's time for a marathon. يعني لو انت فشلت في الاختبار ده لازم تروح تتفرج على افلام مارفل السينمائيه. وانا اظن يعني ان انا يعني متابع جيد لمارفل، ويعني كغير عن كده كمعلومات كوميك بوكيه لوحدي يعني الحمد لله موجوده عند ابو اسماعيل. فانا قلت ليه ما اخدش الكويز ده معاكم، مش عارف ممكن يكون ده ايه زي ما تقولوا جزء جانبي كده من الحاجات اللي عاملها كده، ان انا بحب حوار ان انا اخد كويزات، ممكن بعد كده نعمل كويزات عن الافلام عامه. المهم عرفوني في الكومنتات لو عندكم اي اراء، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. المهم جه وقت المراجعة، ذا كويز، يلا بينا. السؤال رقم واحد: Who kills agent Phil Coulson in the movie The Avengers? لوكي. سؤال سهل جدا، لوكي هو اللي قتله بعد ما راح هو دخل عليه كده هو راح ضربه بالمسدس، راح لوكي اختفى راح جاله من ورا وراح قتله. لوكي easy. Which of the Avengers saves all of Manhattan from the active missile? Iron Man. مين اللي انقذ مانهاتن من النيوك اللي كان جاي على عليه؟ ايرون مان لما مسكها وطلع بيها في الورم هول. Easy. What is the name of Odin's first child, the goddess of death? Hela. Where did Loki send his father while he's imprisoned him back in Asgard? مش عارف، حاسس ان ده هيكون تريك كويشن، يعني سؤال غريب شويه، لان المفروض ان الاجابه اللي انا جاوب عليها على طول هي نوروي، لان ده اخر مكان شفنا فيه اودن قبل ما يتحول ولا حاجه كده. بس الفكره ان ما اظنش ان لوكي بعته لنوروي، لا اظن ان هو لوكي بعته لبيت المسنين، بس انا مش عارف كان بيت المسنين ده في نوروي ولا لا. ما اظنش لان هو بعته في بيت مسنين، وبيت المسنين ده كان قريب من السانكتم سانكتورم بتاع دكتور سترينج، ده متاكد منه. بس الفكره ان السانكتم سانكتورم ده في نيويورك، اقول نوروي خلاص نوروي. اوكي، مع ان الاجابه دي غلط، انا متاكد ان هي مش نوروي لان لوكي بعته دار مسنين، ودار مسنين دي كانت في نيويورك. اوكي، سؤال رقم 5: Which of the Avengers is left half paralyzed after the airport fight in Captain America? مين الافنجرز اللي زي ما تقولوا خسروا كده اهو في بيتكلم على مين الافنجر اللي اتشل؟ اوكي، اللي اتشل من تحت هو وور ماشين، رودي. What is the name of the agreement in the United Nations forced to the Avengers sign? The Sokovia Accord, حاجة زي كده. Sokovia Accords. أيوة. Sokovia Accords. Who was responsible for the experiment that gave Wanda and Pietro their superhuman abilities? مش Vision. لا. ولا ستيف روجر. ولا نيك فيوري. ستراكر. ستراكر اللي كان في بداية فيلم افنجرز ايج اوف اولترون، وكان في نهاية فيلم كابتن امريكا وينتر سولجر. ستراكر. ايزي مان، ايزي. Which of the Infinity Stones is embedded in Vision forehead? The Mind Stone. Yes. Who is Peter Parker's best friend in Spider-Man Homecoming? Ned. انا بجاوب على اسئلة من غير ما اشوف الاختيارات حتى. How does Peter end up getting a ride to Washington? What? ثانية. How does Peter end up getting a ride to Washington DC to track down Schwartz? أنا مش عارف مين Schwartz ده. لكن Schwartz ده هو الفولتشر. لا. Steals money from Aunt May. لا ده ما حصلش في الفيلم. Trains. Takes a train. ما كانش في حاجة زي كده برضه في فيلم Spider-Man Homecoming. هو أكيد ما أخدش توني ستار كار، أكيد ما سرقش من Aunt May. هو حاجة من الحاجتين دول، وانا اقول ان هو هيري جوينز اللي هو اصحابه يعني. يلا اوكي جود 10 اسئلة ولا غلط لحد دلوقتي. What is the name of Scott Lang's daughter in Ant-Man? Casey. What suit is Pym's daughter Van Dyne hinted to wear at the end of the film? The Wasp. ايه الهبل ده؟ easy. What is the name of the prison that Peter, Rocket, Gamora and Groot were detained to? That prison... دي صعبة.
اي صعب كيلر؟ لا ما كانش كيلر. اروح بكايلون للاسم الوحيد الغريب شايفه كايلون يعني. كايلون اوكي اوكي اوكي. سؤال 14 Who sacrifices themselves to save the rest of the Guardians of the Galaxy from their spaceship crash? Groot man, Groot, easy. What does Roger and Romanoff find at the location of the flash drive? Flash drive send them. تمام. انا عارف الاجابه السؤال ده وهم حاطين الصوره دي عشان يلخبطوك لان هم في الصوره دي كانوا في ماك ستور كده اهو ومش عارف كانوا بيعملوا حاجه بس هم قلتهم الفلاش درايف اللي لقوها كانت بتبعت لهم احداثيات لايه والكلام ده كان بيبعت لهم احداثيات لزولا زولا تقريبا ايوه هو زولا اللي كان الفيلن في كابتن امريكا ذا فيرست افنجر اول فيلم هو الراجل الالماني القصير ده. How does Fury supposedly die in Captain America the Winter Soldier? بيتضرب رصاص عادي. The Winter Soldier assassinates him. Yeah. What is the alignment of the Nine Realms refers to? ده المفروض انا اكون متفرج على فيلم ثور ذا دارك وورد عشان اتفرج عليه اكتر فيلم مكروه في عالم مارفل السينمائي. بيقول لك الالاينمنت بتاع الناين ريلمز بيدي ريفير لايه او بيسمى ايه. هقول the conversions. How does Vlostag and Sif entrust the ether at the end of Thor the Dark World? هيدوا للكوليكتر. What is the name of the boy who helps Tony repair his broken Iron Man and his broken suit in Iron Man 3؟ يعني ده سؤال صعب. ده سؤال صعب يعني عايزين نعرف اسم الواد اللي طلع في فيلم Iron Man 3 لمدة صغيرة. جيك يا اما جيك يا اما هاري حتة من دول. هقول هاري. دايم السؤال رقم 19 غلطت في السؤال رقم 19. اوكي. How does Tony manages to save all of the passengers from Air Force One after the plane compressed؟ انا عارف ده في المشهد بتاع في الموسم في الموسم ده في المشهد بتاع الفيلم الثالث لفيلم Iron Man وهو نطوا كده هو كلهم مسكوا ايد بعض. Getting them to join hands to end in a free fall. صح. يلا. Which of Yondu's men turn on him after he hesitates on handing over his adopted son Peter? Taserface. What is the name of Ego's servant who has the ability to feel someone's emotion? Mantis. سهلة. Which one of the dimensions does the ancient one show Doctor Strange to practice his magic safely? The mirror dimension. صح. The mirror dimension. Yeah. Which sanctum is the last to be attacked in Doctor Strange? اي مبنى كان اخر واحد هجموه اظن اللي هو كان في هونج كونج. صح. هونج كونج. يعني عشان هونج كونج ده كان اخر حاجه بعدين دكتور سترينج طلع لدرمام. ان اكس مان دايز اوف ذا فيوتشر باست. لا انا دلوقتي من عالم مارفل السينمائي هنروح لافلام مارفل عامه. ان اكس مان دايز اوف ذا فيوتشر باست وات يير داز كيري سنت وولفرين كونشسنس باك تو؟ مش الخمسينات اكيد. عايز اقول 73. هي المده دي 73 تقريبا. 3 لا يعني 60 سي 60 يا 73 استحالة يكون 80 بدري قوي. صح. ايه 80 كان احداث اكس مان ابوكاليبس دي انا فاكرها. يا اما 60 يا اما 73 انا هروح مع 73. يلا. يس whose DNA are the mutants hunting robots known as sentient based off? I guess mystique. صح. Mystique, yeah. Why does Wade Wilson initially leaves his fiancée Vanessa? عشان شكله بقى وحش. مكتوب في الاختيارات he's dying of cancer وهي دي الإجابة الصحيحة بس في الفيلم أظن بيقولش إن هو سبع عشان كده هو بيقول إن هو سبع علشان شكله بقى وحش. أوكي. Who is Wade Wilson friend? What? اللي هو تي جي ميلر. ويزل yeah. Who is Eric Lan Hasser biological son? Quicksilver. What is the name of the device that Xavier uses to locate other mutants? Cerebro. See your result. 30 سؤال وايوه هو تقريبا اجابه واحده بس الغلط. جبت كام؟ 97%. اوكي. الافريج بيقولوا 82 انا جبت اعلى من الافريج بكتير فايوه
ايوه اظن ان انا معلوماتي زي الفل. السؤال الوحيد اللي جبته غلط هو السؤال بتاع سبايدر مان تقريبا. لا 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 ما كانش بتاع سبايدر، انا نسيت السؤال اللي انا جبته غلط. المهم عايزين مشاهدين عرفوني في الكومنتات انتوا عملتوا ايه في الكويز ده. وايوه ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشيروا الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا. وشكرا مره ثانيه على متابعتكم، واشوفكم نهايه الفيديو. سلام. اه ثاني 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 الميم اوف ذا داي نسيت. شكرا، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.